مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذه الفترة الحرة، الفترة المباشرة التي تأتيكم عبر قناة البلاد لمتابعة آخر المستجدات والتطورات بعدة ولايات انتشرت فيها الحرائق في الآونة الأخيرة. 5 أيام والحرائق مستمرة مشتعلة، والجهود أيضا مستمرة لإخماد هذه الحرائق، جهود رسمية من طرف السلطات والهيئات الرسمية، وكذا جهود من طرف المجتمع المدني ومن طرف المدنيين، وصول طائرتي من نوع كنادير الفعالة والسريعة التي أخمدت حوالي 76 حريق في يوم واحد، ما خفف الضغط وما أعاد الأمن والسلامة والاستقرار في بعض المناطق. ننتظر أيضا في هذا اليوم وصول 3 طائرات روسية خاصة بإخماد الحرائق. للحديث على هذه النقاط وأخرى يسعدني أن تكون معي في البلاطو الأستاذة حسيبة العربي، عضوة هيئة نساء الخير والمستشارة الأسرية. أهلا وسهلا بك أستاذة حسيبة. أهلا بكم. كما سنحاول ربط الاتصال بعدة مراسلين من مختلف ولايات الوطن الذين يعيشون هالة خوف، هلع جراء الحرائق الأخيرة، للإطلاع على آخر المستجدات وآخر الأرقام والإحصائيات. وسنحاول أيضا ربط الاتصال مع مديرية العامة للحماية المدنية لمعرفة آخر الأرقام وآخر الإحصائيات أيضا. أبدأ معك الأستاذة حسيبة العربي في انتظار ربط الاتصال بإحدى الولايات. أستاذة حسيبة العربي، أنت عضوة هيئة نساء الخير، هل أيضا للنساء الجزائريات دور في هذه الأزمة التي نعيشها منذ 5 أيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد أن دور المرأة لا يتناقض ولا لا يكون إلا دور تكميلي ودور تشاركي مع الرجل. نحن في هيئة نساء الخير تابعة لجمعية الإرشاد والإصلاح الجزائرية، كانت لنا وقفات كثيرة في عدة مناسبات وفي عدة أزمات مرت على البلاد، ولا سيما هذه الأزمة التي نعيشها مؤخرا، هي أزمة الحرائق التي حلت ببلدنا. نسأل الله تبارك وتعالى الأمن والسلامة، وأن يرفع عنا هذه المصائب، وأن يكلل بلدنا بالأمن. أقول أن كانت لنا تشكيل خلية بالتنسيق مع هيئة الإغاثة الجزائرية التابعة لجمعية الإرشاد والإصلاح الجزائرية، بمجرد أنه هبت هذه الحرائق، أول ما هبت كانت في ولاية تيزي وزو، فكانت لنا تشكيل خلية استعجالية لمتابعة الأوضاع هناك، وحملات إغاثية وقوافل إغاثية على مستوى الوطني، لأن لدينا مكاتبنا الولائية ومكاتبنا البلدية التي شكلت كذلك خلية الأزمة في هذه نعم. سأعود إليك بعد أن نتكلم مع موفد قناة البلاد إلى ولاية سكيكدا الزميل شريف بوعافية. أهلا وسهلا بك. أهلا بك زميلي سفيان، لك ولكل المشاهدين الكرام ولمتتابعي قناة البلاد. نعم زميلي شريف، بالأمس كنا نتابع آخر تطورات بولاية سكيكدا، كيف هي سكيكدا اليوم وكيف هم إخواننا في ولاية سكيكدا؟ شكرا على سؤالك هذا الذي يطمئن المشاهدين الكرام، وخصوصا منطقة أم الطوب التي تبادلك التحية منها وأنا حيث أتواجد اللحظة. زميلي سفيان، الحمد لله كل الأمور عادت إلى نصابها، إذن الحرائق غادرت مكانها باتجاه مناطق أخرى، نتمنى إلى أن لا تعود أصلا إلى كل المناطق الجزائر الحبيبة التي عانت كثيرا خلال هذه الأيام القليلة. نعود إلى الأيام القليلة زميلي سفيان، عاشت أم الطوب التي تقع في الجهة الغربية لولاية سكيكدا أيام عصيبة من خلال الغطاء النباتي الذي تآكل تقريبا ب 50% جراء هذه الحرائق المهولة، والحمد لله لم أصب الأرواح باستثناء بعض الخسائر المادية، نتحدث عن هكذا خسائر تتعلق. نعم، إذا شريف، هل تمت السيطرة كلية على الحرائق بولاية سكيكدا؟ المعلومة المتوفرة إلى لدي لحد الآن لا يوجد هناك حريق في منطقة أم الطوب وكذلك المناطق المداخمة الأخرى لها، وكل المناطق على مستوى ولاية سكيكدا لأنها شهدت تقريبا في الشرق الوسط والغرب، نتحدث عن الحرائق التي كانت في بيسي في عزابة، نتحدث عن الحرائق التي كانت في الشاطئ الكبير بسكيكدا وهي مناطق خلابة جدا، نتحدث عن المناطق التي شهدتها الحرائق في منطقة سيدي مزغيش بالضبط بالحمل على
غرار يومين متتاليين، ولا ننسى الحرائق المهوله التي كانت على مستوى بلديه ام الطوب. نعم. والتي كانت ما هي الخسائر، ما هي اكبر الاضرار والخسائر التي تركتها هذه الحرائق بولايه كيكدا؟ على هذه الحرائق. نعم زميلي شريف، ربما اذا ممكن ما هي اكبر الاضرار والخسائر التي تركتها الحرائق في ولايه كيكدا؟ بالنسبه للحرائق التي خلفتها هذه على مستوى ولايه كيكدا، الخسائر كما قلنا الحمد لله لم تكن في الارواح، ولكن قضيه تتعلق بالثروه الغابيه التي كما يقال المثل ربي يخلف على الشجره وما يخلفش على قطعها، لكن ربما فيه اشجار كثيره تضررت، هي صنوبر الحلبي وغيرها من الاشجار التي تعرض بها المنطقه، ولكن الشيء الذي تاثر كثيرا هو اشجار الزيتون التي هي المصدر، كما نؤكد ونعيد. نعم هي الاشجار المثمره التي ربما تعتبر مصدر رزق لكثير من العائلات هناك. زميلي شريف، ربما ايضا اذا ممكن، هل بدات الحياه تعود الى طبيعتها والعائلات التي تم اجلائها عادت الى منازلها والى بيوتها؟ تعرف انه عاده الجزائري يعني كل محنه تعطي منحه، شعب ام الطوب او مواطني ام الطوب معروفين بعزمهم واصرارهم رغم قوه التضاريس ويعني الوضع الذي يعيشونه، الا انهم يتغلبون من خلال التضامن. نحن نعيش في منطقه فيها يعني تقريب عائلات متفاهره مع بعض، فيها بعض الانسجام، عائلات ما شاء الله تتضامن، إضافة إلى قوافل التضامن التي وصلت مشكورة على لسان ساكنة أم الطوب، وصلت أمس من قسنطينة، من الطيف، من المسيلة، من ميلا إلى غير ذلك، ولكن المواطنين بحاجة إلى أمور أخرى، ورغم تضامنهم فإنهم يرشدون إلى حياة كريمة. ما هي الحاجيات التي ربما يحتاجها المواطنون اليوم؟ أنت تقول بأنه مواطنو ولاية كيكدا بحاجة إلى أمور أخرى، ما هي الأمور التي يحتاجونها؟ شريف، أنت تقول بلي مواطني ولاية كيكدا في حاجة إلى أمور أخرى، ما هي هذه الأمور التي يحتاجها مواطنو ولاية كيكدا؟ نعم شكرا لك، أعطيتني الفرصة التي ينتظرها الكثير من الساكنة على مستوى ولاية كيكدا. نتحدث على مستوى ولاية كيكدا أنها تشكل فيها غطاء نباتي كبير، يعني فيها مترامية الأطراف، نتحدث عن ولاية ساكنها 900,000، تتكون من 13 دائرة، 38 بلدية، تقريبا هذه البلديات موجودة في الجزء الغربي، الجزء الغربي كله تقريب غطاء نباتي ممتد على مستوى إلى ولاية جيجل ثم بجاية وصولا إلى تيزي وزو، يعني هذا ما يعرف بالمناطق القبائل الصغرى، وبالتالي هذا الساكنة هو المواطنين يحتاجون إلى تنمية حقيقية، يحتاجون إلى فتح المسالك الغابية، وبالتالي حتى نتفادى مثل هذا الحرائق. نذكر كذلك أن ساكنة أم الطوب يركزون على الوحدة الثانوية للحماية المدنية التي لم ترى النور رغم تعاقب مسؤولين كثير على هذه البلدية، بحاجة كذلك للمستشفى الكبير الذي ينتظر تسهيله، هذا المستشفى الحلم 60 سرير هم يتمنون أن يكون أكثر، ولكن هذا المشروع متوقف. يحتاجون كذلك إلى مشاريع استثمارية خصوصا في مجال الفلاحة، تربية النحل، تربية الحيوانات، رؤوس الأغنام، رؤوس البقر، بالنسبة للأشجار المثمرة إلى غير ذلك، لأن المنطقة بحاجة إلى هكذا مشاريع. نعم زميلي شريف، ربما آخر سؤال مازال معنا في هذه المكالمة. رئيس الجمهورية تكلم على عمل إجرامي وأسباب إجرامية وراء اشتعال هذه الحرائق، مثله مثل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، مثل وزير الداخلية كمال بلجود في أول تصريح له يوم 9 من هذا الشهر، يتكلمون كلهم على أيادي إجرامية وراء اشتعال النيران، هل هذا ينطبق على ولاية كيكدا أيضا؟ بالنسبة لولاية كيكدا هذا الأمر موكول إلى المصالح الأمنية التي هي ساهرة صباح مساء على وقوف على مثل هذه الأمور الإجرامية، ولكن لحد الآن لم يتأكد لنا يقينا بأن هذا الأمر بفعل إجرامي، وإن كان كل التحاليل تشير كما يتحدثون في الجزائر في مختلف ولايات الوطن أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون هكذا بمحض صدفة، لأن الأمر يتعلق بحرائق متتالية في وقت واحد في شريط ساحلي واحد، يعني كل المؤشرات تبقى تطرح علامات استفهام. هذا ليس دوري أنا كصحفي فقط أنقل هذه المعلومات المتوفرة لدي، ولكن السؤال يبقى مطروح كبير بالنسبة لمنطقة أم الطوب التي أتواجد فيها أنا اللحظة، لم نعثر ربما وحتى المواطنين على بعض سلوكات هكذا الإجرامية، لأنه الحريق كان يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء هكذا على حين غرة، فقط ساكنة أم الطوب على هذه الحرائق التي ربما لم يحدث مثيلا لها منذ الاستقلال منذ
نعم نعم شكرا 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 لك زميلي شريف بوعافية موفد قناة البلاد بولاية سكيكدا، شكرا لأنك طمأنتنا على إخواننا في ولاية سكيكدا وبأنه تمت السيطرة نهائيا وكلية على الحرائق بهذه الولاية. في كل محنة منحة وفي كل الأزمات هناك جانب إيجابي وجانب مشرق، على الأقل هذه إحدى الولايات اللي كان قلوبنا كانت تحترق عليها، راهي اليوم تمت السيطرة على كل الحرائق بها. نعود إليك أستاذة حسيبة، العمل الإغاثي في الجزائر ما هو دوره، ما هي قيمته، ما هي مكانته في هذا المجتمع؟ أكيد أنه لابد لنا أن نميز بين العمل الإغاثي الذي يكون في الحالات العادية وفي الحالات الطارئة. إذا ما تكلمنا على الأوضاع الطارئة نتكلم على المستجدات التي يعيشها أي بلد، وبالتالي لابد من التحضير، لابد من التكوين والتدريب وإعداد القائمين على العملية الإغاثية. نحن في جمعية الإرشاد وإصلاحية الإغاثة فيه طاقم وطني وطاقم تربوي يشرف على هذه العملية في تكوين الأفراد وفي تعليمهم مفهوم الإغاثة، مفهوم الإغاثة الاستعجالية، الإغاثة الداخلية والإغاثة خارج الوطن. أكيد أنه حتى خارج الوطن لما تكون هناك يعني أي طارئ من الطوارئ كانت للجزائر تدخلات عبر المجتمع المدني، ونحن لما نكون خارج الوطن نتكلم باسم الإغاثة الجزائرية، لأن الذي يهمنا هو إنقاذ هذا الروح، إنقاذ هذا الإنسان، تقديم يد المساعدة، وهذا واجب من الواجبات التي تمليها علينا الإنسانية قبل الوطنية وقبل القومية إن صح التعبير. لما نتحدث الآن في هذه الأوضاع، أوضاع هذه الحرائق، لابد أن لكل حر ولكل على كل إنسان غيور أن تكون له هبة. ونحن نتمين كل الهبات الرسمية، كل الهبات المنظمة داخل المجتمع المدني، وحتى الهبات الفردية التي يعني إن دلت على شيء إنما تدل على معدن الجزائري حقيقة. في كل أزمة وفي كل نكبة نتيقن أن هذا المجتمع أو هذا المواطن مواطن عظيم، مواطن متشبع بال وطنية، متشبع بحب الإنسانية. لذلك كانت هذه الهبة لما كانت هذه الحرائق في تيزي وزو. أستاذ حسيبة، هل أنتم تتحركون بعد أمر، بعد تتحركون أو تتحركون من تلقاء نفسكم لما تشوفوا أزمة، تشوفوا إشكال تتحركوا مباشرة، تحرك آني وتحرك حسي؟ أكيد أن الآن لما نتكلم عن الإغاثة، نحن في جمعية الإرشاد والإصلاح فيه خطة استراتيجية، فيه عمل، فيه هيئة إغاثية. هل الهيئة الإغاثية تعرف دورها؟ يعني بمجرد أننا نسمع أنه فيه أمر طارئ مستجد سواء داخل الوطن أو خارج الوطن، بمجرد أنه توصل المعلومة فيه تشكيل خلية أزمة، فيه تقسيم عبر الولايات، يعني الهيكلة منظمة، لأن الإنسان لأن من 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 الأعلى أكيد فيه مذكرات ترسل، فيه مراسلات استعجالية. لذلك نرى أن ربما نحن على غرار كثير من الجمعيات التي نوجه لها كل تحية وكل تقدير، لأن نؤمن نحن في جمعية الإرشاد والإصلاح بالتشاركية في العمل، في عمل المجتمع المدني. لا يمكن لأي إنسان أنه في هذه الأوضاع يعني في هذه الضائقة وفي هذه الصدمات التي نتلقاها حقيقة أنه الإنسان يتكلم عن شعار ويتكلم عن إيديولوجية ويتكلم عن اسم، إنما هذا للضرورة الإعلامية وللضرورة لربط العلاقة مع السلطات الرسمية أو للتواصل. نعم، لكن سأعود إلى العمل وإلى التنسيق وإلى كيفية التحرك بعدما نربط الاتصال بمراسل قناة البلاد بولايتي الطرف وقلمة الزميل زهير لشطب. أهلا وسهلا بك زميل زهير. صباح الخير زهير. بالأمس كل قلوب الجزائريين وأعينهم كانت مشرئبة وتتابع عن كثب تطورات الحرائق بولايتي الطارف وقلمة، كيف عندكم الحال اليوم؟ تماما كما ذكرت سابقا في تدخلي مع الأستاذ علي العقود، فإن الأمور يعني تسير نحو الانفراج بعد السيطرة على أغلب الحرائق. لم يتبقى في الطارف، كان لنا اتصال مع الحماية المدنية، أكدوا لنا أن الأمور يعني مستقرة تماما ولم يتبقى منها سوى بعض الحرائق القليلة والتمادات الفعالية الضعيفة. لم يتبقى سوى في جبال بني طرح بعض الأدغال، ما تزال هناك نيران مشتعلة، لكن السيطرة عليها ستتم لاحقا إن شاء الله. إذن أنت أيضا تبعث لنا اليوم بأخبار طيبة مثلك مثل موفد قناة البلاد بولاية سكيكدا، أين تمت السيطرة كلية على الحرائق. أنت تقول أيضا باللي في ولاية الطارف وولاية
قال ما نحن في طريقنا إلى السيطرة على هذه الحرائق إن شاء الله، وكل هذا بفضل أسود الحماية المدنية وكذا مساعدة أسود الجيش الوطني الشعبي اللي قاموا بمجهودات جبارة في ظروف أقل ما توصف به أنها قاسية. حتى في عنابة كنت قد أرسلت تصريح حصري لوالي الولاية ويؤكد فيه أن الأمور تم السيطرة عليها ولا قلق على عنابة. نعم، إذا كيف هم أبناء ولاية الولايات الشرقية من ولاية الطارف، ولاية قلمة، ولاية عنابة؟ هل عادت الحياة إلى طبيعتها؟ هل عادوا إلى منازلهم وإلى بيوتهم، خاصة العائلات التي تم إجلاؤها إلى أماكن بعيدة؟ يمكن القول أن الأمور تسير على أحسن منوال، وأصلا العائلات يعني الحرائق لم تصل إلى المشاتي أين يستجمعها السكان. الآن في الطارف أو حتى في زقهرات الأعناق كلها مشرئبة نحو وصول جثامين الشهداء التي يرتقب وصولها الآن رحمهم الله اتجاه مدينة البسداد لحضور جنازة شهيد الواجب الوطني عبيدي محمد الذي كان شمعة احترق لإنقاذ إخواننا في تيدي وزو. وكل الطارف أعناقها الآن ليست الحرائق التي أصبحت من الماضي، والآن الحسرة الكبيرة على هذا الشهيد الذي سيورى ترى إن شاء الله هذه الظاهرة كأصبحت. نعم رحمه الله، عمل إغاثي وعمل تضامني كبير شفناه من بعض الولايات خاصة باتجاه ولايتي الطارف وولاية قلمة. هل هناك أو هل ما زال هناك احتياجات لأبناء الولايتين؟ أكيد، هي أمس بدأت أولى القوافل تصل وصلت قافلة إلى ولاية الطارف من مدينة قلمة، وينتظر وصول إغاثات أخرى من مختلف الولايات حتى بما في ذلك الغربية. ولو أن الأمور استقرت الآن يعني تقريبا ماش حاجة يعني. نعم زميلي زهير، هذه الإعانات التي تصل وهذه القوافل التي تصل من مختلف جهات الوطن، كيف يتم التنسيق معها وكيف يتم توزيع ما جاءت به من حمولة؟ هناك جمعيات خاصة تتكفل باستقبال هذه الإعانات، وهي الأضرب هي التي تتكفل بإيصالها لمختلف المشاتي التي تتواجد في مناطق وعرة، وأهالينا هناك يحتاجون إلى أمور ضرورية يتم إيصالها لمساعدتهم على تجاوز هذه المحنة إن شاء الله. نعم شكرا لك زميلي زهير لشطب، كنت معنا من ولاية الطارف وولاية قلمة. أتمنى أن كل مراسلي قناة البلاد اليوم يبشرون بأخبار بأنه تمت السيطرة كلية عن الحرائق وأن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها في هذه المناطق التي عاشت ربما أزمات وعاشت ولايات خلال الأيام القليلة الماضية. 5 أيام كاملة من الحرائق، درجة الحرارة المرتفعة، البعد عن البيت، البعد ربما حتى عن الأهل والأبناء خوفا عليهم من الحرائق. نتمنى أن تعود الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت بجهود السلطات وكذا بتعاون الهيئات الإغاثية والجمعيات وفاعلي المجتمع المدني. أعود إليك الأستاذة حاسبة العربي عضو هيئة نساء الخير والمستشارة الأسرية، كنا نتكلم عن التنسيق، القوافل التي تسير والتي تنظمونها لما تصل إلى المناطق المنكوبة أو المناطق التي بها أزمات أو المناطق بها حرائق، كيف يتم توزيع هذه المواد؟ وقبل ذلك ما هي المواد التي تجمعونها أنتم؟ وهل عندكم ستوك نتاع مواد معناها مباشرة تبدأوا به، أو عند 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 حصول وحدوث الأزمة تعاودوا تبداو تجمعوا من جديد؟ اكيد انا لما تكلمت قلت لدينا مكاتب ولائيه، لما تشكلت خليه الازمه على المستوى الوطني تتشكل على المستوى الولائي، وبالتالي ناخذ المعلومات من المكاتب الولائيه من خليه الازمه الموجوده على مستوى الولايات، وهي التي تطلعنا باحتياجات الولايات وباحتياجات هؤلاء المنكوبين الذين طالتهم هذه الحرائق او طالتهم اي نكبه من النكبات التي كانت في السابق. اكيد لا يخفى عليكم أننا كنا في خلية أزمة في مجابهة جائحة كورونا التي تشكلت أكثر من سنة، وهذه الخلية لازالت تشتغل بالجوار يعني أو تشكلت هذه خلية الأزمة الإغاثية التي كانت جراء هذه الحرائق. لما تكون الإعانات تكون حسب الاحتياجات تاع الولايات، قلت لأن خلية الأزمة تطلعنا على احتياجات المنطقة، وبالتالي نقتني هذه سواء من عند المحسنين، وأكيد أنه لما الإنسان يكون يعمل على مدار السنة داير حسابه لمثل هذه الأوقات كأننا لما نتكلموا نحن على هيئة الإغاثة ونتكلموا على جماعة
جمعيه الارشاد الوسطى، احكي شغل عندك دارك، عندك المؤونه تاعك، تعرف واش تصرف، تعرف واش تخدم، لذلك دائما نكون نحن على يعني على استعداد لاي طارئ، وبالتالي لما توصل هذه القوافل لهذه المناطق فيه استقبال من طرف المكاتب الولائيه وخليه الازمه والتي تشرف على تسليمها وعلى توزيعها. هناك نقاط ومراكز التجميع، وبالتالي تبقى هذه المكاتب والخليه يعني توزع هذه الاحتياجات على المناطق حسب الاحتياجات وحسب التطلبات. نعم، شكرا لك الاستاذه حسيبه العربي. ربما ناتي الى نهايه الجزء الاول من هذا اللقاء، ساعود اليك بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ولن نعود لكم، فلا تذهبوا بعيدا.